بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علمنا حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم أن نتحاب وأن نتواد، وأن ننقي أنفسنا من الرذائل قبل أن نحليها بالفضائل، لأن التخلية مقدمة على التحلية. فنهى عن التحسس والتجسس والتحاسد والتباغض والتدابر، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن التخلية مقدمة على التحلية، فقبل أن نتحلى بالعبادات والفضائل علينا أن نتخلى عن المعاصي والرذائل. وبعد التخلية التي تتمثل في التوبة النصوح التي نرجع بها إلى ربنا تائبين منيبين متطهرين من الذنوب ومن المعاصي، وهو أكرم الأكرمين، يحب أن ندعوه وأن نتوب إليه توبة نصوحة نستغفر فيها من ذنوبنا، ونندم على ما فرطنا، ونعزم على عدم العود، ونقلع عن المعاصي، ونرد المظالم لأصحابها. والرسول يعلمنا ويقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يريد منا أن نبتعد عن التحاسد والتباغض والتدابر وسائر المعاصي، ننقي أنفسنا منها. واعلم أنك لن تكون أكثر من هذا الذي روت كتب الأثر نبأ حين عبد الله فترة من الزمن وتركه وعصاه وعاد إليه يقول: يا ربي، عبدتك 20 سنة وتركتك مثلها وعصيتك مثلها، أفإن عدت إليك تقبلني يا رب العالمين؟ فسمع النداء، وكانوا في الأمم السالفة يسمعون، يقول له: أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. فمن عاد إلى الله قبله الله. فلنعد إلى الله، ولنتخلى عن معاصينا ورذائلنا، وعن تباغضنا وتدابرنا وتحسسنا وتجسسنا وتحاسدنا، وأن ننبذ الفرقة والتحاسد. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فأنت بحسدك على أخيك كراهية النعمة له لن تكسب شيئا،
ولكن تسد وجوه الطلب عن نفسك. أما الغبطة بمعنى أن تحب أن يكون لك مثل ما لأخيك من النعمة فلا شيء فيها دون أن تتمنى زوال النعمة عنه. وأحيانا يعبر عن الغبطة وهي تمني أن يكون للإنسان مثل ما لأخيه، يأتي التعبير عنها في بعض الأحاديث بأنها كالحسد أو هي الحسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس. لا حسد هنا بمعنى لا غبطة، والغبطة معناها أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند الآخر من الصلاح، من العبادة، من النعمة. لكن الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك والعياذ بالله. هذا هو المذموم، وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تحسدوا، لا تباغضوا، لا يكن هناك بغض وكراهية بين القلوب، ولا تدابروا يدبر ويذهب بعضكم فلا يلتقي بأخيه. ثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كان التخلي عن هذه الرذائل أولا بالتوبة والرجوع إلى الله، ثم التحلي بالفضائل والطاعات وما يقرب من رب الأرض والسماوات. يكون التحلي بالفضائل بعد التخلي عن الرذائل، ثم يتجلى الله عليك بفيوضاته ونفحاته. فالمرحلة الأولى مرحلة التخلي، والثانية مرحلة التحلي، والثالثة مرحلة التجلي. التخلي عن الرذائل والمعاصي، والتحلي بالطاعات والفضائل، والتجلي من الله يتجلى على عباده بالتوفيق والمثوبة والأجر. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما من يوم ينشق فجره إلا وتنادي السماء تقول: يا رب إذن لي أن أساقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الأرض: يا رب إذن لي أن أبتلع ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الجبال: يا رب إذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول البحار: يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. فيقول رب العزة لمخلوقاته الثائرة: دعوهم دعوهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إنهم عبادي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. انظروا إلى أي مدى رب العزة سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يلجأوا إلى كنفه، يحب من عباده أن يكونوا أحبة ودعاء مع بعضهم. وحين يحب أحدهم أخاه في الله يحبه الله، ويحظى بنعمة الله التي يفيضها عليه. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المتحابين، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يبارك لنا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سقاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.